انا مامتي قالت لي من النهار قالت لي تحرق مش راضي عليك، قلت البارح كي نحكي لها قالت لي كان تلقى حرقه نمشي معاها. واحد من الناس كان جيت لاقي كل شيء في بلادي ولاقي راحتي في بلادي، نقعد في بلادي خير من نخرج البار نحرقوا مره واثنين وثلاثه واربعه ومش نخرج، ورانا خارجين منها البلاد، خارجين منها البلاد، وكل ما مش خلوها البلاد للصحاح مرانا راجعين ببرشا فلوس، برشا حاجات خليك ما تنجمش تقعد في البلاد. انا عندي طفل ولد حومتي معناتها لتو محكوم 22 سنه، انا عملت لي ايده ولا ساق، هذاك علاش حرق البرا وخرج فاهم. تدخل اي خدمه يقول لك بطاقه تعريف بتروا، يطلب عليك اوراق اصلا حتى ماهوش مطلوبين، تمشي باش تخدم يقول لك خلي نمرويك تنكلموك، تخلص 600,000 ترونسبورت تصرف 400,000، باش تاخذ ورقه من هنا باش تخرج بها بمليون ونص، باش تاخذ ورقه تخرج بها من تونس تحكي لها الاوراق القانونيه. حبيت نحكي معناتها في موضوع الحركه وفي موضوع البلاد معناتها كيفاش نعيشوا فيها. يعني ما تنجمش لا تقرا لا تخدم لا تنجم تعمل حد شيء، هذيك عليها نحن اللي لازم فينا لازمنا نخرجوا لبر. معناتها انا واحد من الناس كان جيت لاقي كل شيء في بلادي ولاقي راحتي في بلادي، نقعد في بلادي خير من نخرج لبر. علاش ما تنجمش تخدم اي خدمه انت؟ ما تنجمش تخدم، يعني تدخل اي خدمه يقول لك بطاقه تعريف بتروا، يطلب عليك اوراق اصلا حتى ماهوش مطلوبين، تمشي باش تخدم يقول لك خلي نمرويك تنكلموك. تضرب عرق. انا واحد من الناس عندي 6 شهور بطلت وما خدمت، هذيك علاش يلزونا ان باش نخرجوا لبرا وانك باش تخدم لبرا وانك حتى ساعات يلزوك انك باش تعمل حاجات في بلادك انت ما تحبش تعملها. انا عندي طفل ولد حومتي معناتها لتو محكوم 22 سنه، انا عملت لي ايده ولا ساق، هذيك علاش حرق لبرا وخرج فاهم. برشا حاجات خليك ما تنجمش تقعد في البلاد، ظروف كل شيء ما خليش نجم تقعد في البلاد، هذيك علاش كلها تشوف فيها الشباب والشعب التونسي كله. انا مامتي قالت لي من النهار قالت لي تحرق مش راضي عليك، قلت البارح كي نحكي لها قالت لي كان تلقى حرقه نمشي معاك. تصور انت مراه كبيره معانا. هل انت معناتها كشاب تونسي مثل صغير وكل ترى اللي الحرقه هي الحل؟ هو الحل في البلاد هذي، الحرقه هي الحل في البلاد هذي الكل. برشا عندي برشا ولاد حومتي حرقوا وعملوا فلوس ورجعوا بديارهم وجاوهم بيه وبكراهب. علاش انت ما تشوفش كيفاش تخدم اي خدمه، تدخل لاي خدمه وبعد تخرج بطرق قانونيه؟ سامحني تخرج طرق قانونيه تحكي لي انت هنا على باش تاخذ ورقه من هنا باش تخرج بها بمليون ونص، باش تاخذ ورقه تخرج بها من تونس تحكي لي على ورقه قانونيه، تخلص 600,000 ترونسبورت تصرف 400,000، تلقى روحك لك موفر للبسه، لك موفر لداركم فلوس، لك موفر حتى شيء، كانش باش تخدم وجوست تصرف على الترونسبور وماكلتك اكا هاو. ماكش تلقى توفر روحك في الاوروب تنجم تخدم وتصرف على داركم وتبعث لداركم فلوس وتلبس تعملهم الكل. هذيك عليه شباب والدنيا الكل تو خارجه البر. شنو رسالتك انت تحب توصل؟ رسالتي يا قيس سعيد سايبنا البحر. هذه هي رسالتي. معناها اللي يلقاوها في البحر ما يشدوا يخليوه. يشدوه يخلوه يخرج، خاطر مش باش تشدنا في البحر انا باش نحرقوا مره واثنين وثلاثه واربعه ومش نخرج، ورانا خارجين منها البلاد، خارجين منها البلاد، وكل ما مش خلوها البلاد للصحاح مرانا راجعين ببرشا فلوس.